لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل مراسل غد سلامة عطلة. إذا سلامة، ما أهم ما جاء في مناقشة البرلمان الأوروبي بشأن إيران؟ تصريحات وزير الخارجية البلجيكي حين مشاركته في اجتماع لوزراء الخارجية حول طريقة التعاطي مع إيران، تشير هذه التصريحات إلى أن الموقف الأوروبي يتجه أكثر نحو الموقف الأمريكي في طريقة التعاطي. نقطة الخلاف الوحيدة هي الاتفاق النووي الإيراني، من باب أن إيران تشكل خطرا نوويا وأن هذا الاتفاق يضبطها ويوفر آليات مراقبة تمنعها من أن تشكل تهديدا أمنيا وعسكريا للقارة الأوروبية. دون ذلك فإن الطرفين الأمريكي والأوروبي لديهم تقارب واضح في وجهات النظر وطريقة التعاطي. أيضا حينما يضيف وزير الخارجية البلجيكي لبنان ويشدد عليها والتأثير الإيراني والنفوذ الإيراني في لبنان، هذا ملف لم يكن يطرح في السابق كما كان يطرح النفوذ والتواجد الإيراني في اليمن مثلا. المسألة الأخرى الذي أكد عليها الوزير البلجيكي بأن الشركات الأوروبية العاملة في إيران هي من تقرر إذا ما كانت ستستمر في العمل أم لا، وتدرك المخاطر، مخاطر العقوبات الأمريكية. هذا يأتي في ظل إخفاق الأوروبيين في تشكيل ما وعدوا به وما يسمى بآلية مالية تمكن الشركات الأوروبية من الالتفاف على العقوبات الأمريكية. هذه الآلية الأوروبية كان يفترض أن يتم الإعلان عنها قبل شهر على الأقل، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها. هناك أيضا خلاف داخلي أوروبي. إسبانيا تعترض على مجموعة العمل الأوروبية الخاصة بإيران والمشكلة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. تقول إسبانيا: كيف يمكن أن تشكلوا مجموعة تسمونها غير رسمية ثم وعبر هذه المجموعة تتحاورون مع إيران وتحاولون صياغة السياسات؟ وبالتالي ترفض إسبانيا استبعادها من المشاركة على اعتبار أن هناك منافسة دوما بين إيطاليا وفرنسا حول من يجلس على طاولة الكبار داخل التكتل الموحد. وأيضا هذا الاعتراض الإسباني يجعل من شبه المستحيل أن يحدث إجماع حول أي آلية مالية يمكن أن تشكل التفافا على العقوبات الأمريكية. كل هذه العوامل الداخلية تشير أيضا إلى أن الاستثمار الأمريكي في العقوبات على إيران يبدو أنه بدأ مرغوبا به من الجانب الأوروبي، ويريدون المشاركة أيضا مع الولايات المتحدة لحصد الثمار عن هذه العقوبات. شكرا جزيلا لك من بروكسل مراسل غد سلامة عطلة على كل هذه المعلومات.